أسباب التنمر، خلينا ناخد أسباب التنمر. عندنا 7 أسباب، النهاردة هنتكلم عن 7 في 7، 7 أسباب وبعدين 7 علاجات. أسباب التنمر 7. أول حاجة، أما يظهر عنف في المجتمع بشكل رهيب جدا، عنف يبقى في حد قوي، عارفين بقى انتوا الافلام والميديا اللي اتعملت علشان العنف، واحنا طالعين وبنعرف نضرب ونعمل، فالطبيعي ان دام في عنف فهتلاقي عيل قوي وعيل ضعيف، الضعيف ده هو دايما بيتنمروا عليه ويضربوه. مدارس بقى، طلاب مدارس خصوصا بتوع ثانوي. انا حضرت مره امتحان، مش عايزه اقول المنطقه، حضرت مره امتحان ثانوي والعيال طالعين، العيال قبل وهم يخشوا ذات نفسيهم مع بعضيهم كده الشلل، اشاور لك لو ما غشيتش شوف اعمل فيك ايه. طبعا يعني مش متوقع ممكن يحصل ايه. بص الاقي المدرسين واخدين عربياتهم بيجروا المدرسين خايفين من الطلبه، والطلبه الواد اللي ما غشش التاني ماسكينه. انا شفت الخشبه نازله عليه، الخشبه تنزل تتكسر تطلع مكسوره، تنزل سليمه تطلع مكسوره. ايه ده؟ في المدارس وفي الجامعه خصوصا المدارس مرحله المراهقه لو ما فيش رقابه. تاني سبب، انتشار الفقر. انتشار الفقر ده بيخلي الاطفال حد يلجا للعنف عشان يجابه الفقر، اما ياخد بالعافيه من حد عشان شايف فوارق اجتماعيه ما بين ده وما بين جده، جه مدرسته لابس وده، فيتنمر عليه او العكس، او يسرق منه فيعملوا شله قوه على الطفل الضحيه. ثالث حاجه، ممكن الطفل يلجا للتنمر عشان هو اصلا عنده اضطرابات سلوكيه، عايز هو اصلا علاج نفسي، تم التنمر عليه من قبل فهو بيعمل كده، بيمارس على الاخرين. رابع سبب، ان مفيش متابعه من الاسره، انشغال زي ما قلنا الاب والام عن وظيفتهم الاساسيه وهي التربيه بيأثر طبعا على الطفل بشكل كبير جدا، خلى الطفل يلجأ للعنف. ليه؟ لافتقاده للدور الحقيقي للاسره اللي هو ايه، الاحتواء والمعرفه والتعليم والسلوك، مفيش الكلام ده. خامس سبب، ممكن يكون خلافات ما بين اب وام داخل البيت، ففي حد بيتعرض لعنف اسري خلى الطفل اصلا يلجأ للتنمر للي هم اضعف منه. ليه؟ لان هو شايف القوي في البيت عنده بيتنمر على الضعيفه ويعمل كده بره البيت. سادس سبب، ممكن يكون غياب دور المدرس ذات نفسه او معلم داخل المدرسه، ما فيش وضع حدود للتعامل، ما فيش، المدرسه مش حاطه حدود، عادي اللي يضرب يضرب واللي يتنمر اللي يبهدل يبهدل، ما عندهمش مشاكل، فالطفل ذات نفسه ما بيبقاش، هو ما عندوش قدوه لا في بيت ولا في مدرسه، فخلاص يعمل اللي هو عايزه، فياخد لحل المشاكل ايه، يا اما العنف يا اما التنمر. سابع سبب، الالعاب الالكترونيه اصلا اللي بتعتمد ذات نفسها على العنف بتطلع على شخصيه الطفل وبتاثر عليه. وخليني هنا قبل ما اقول لكم طرق العلاج، خليني اكلمكم على عن تجربه ودراسه اتعملت. جابوا مجموعه من الاطفال هنا في غرفه ومجموعه من الاطفال في غرفه، والغرفه دي حطوا فيها البانش اللي هو بتاع البوكس محطوط كده، وحطوا شاشه عرض، وبعدين هنا برضو البانش بتاع البوكس دوت وحطوا شاشه عرض. اللي اتعرض في الغرفه ديت ان اولاد شافوا البانش ده فحضنوه، طبطبوا عليه وبسوه، وكل شويه يحسسوا عليه ويلفوا من حواليه ويحسسوا عليه ويطبطبوا عليه، ده هنا. وبعدين في الغرفه دي حطوا ان البانش ده بيتعامل معاه كذا ولازم تضرب بوكس فيه كذا ولازم مش عارفه ايه. وبعدين جابوا اوضه ثالثه خالص حطوا فيها المجموعه دي والمجموعه دي وحطوا البانش في النص. المجموعه دي تعدي تطبطب وتبوس والمجموعه دي تضرب. محاكاه باللي بيشوفه ذات نفسه.